مشاهدينا أهلا بكم. تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أمس رسالة منسوبة للبنوك المحلية تحذر من استخدام بعض مواقع الشراء والتسوق أو دفع الفواتير عبر شبكة الإنترنت. وحول هذا الموضوع أجرى فريق حساب قطاع الأخبار والبرامج السياسية في تطبيق إنستغرام اتصالا هاتفيا مع مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية الأستاذ رائد الرومي، الذي أوضح الآتي: حول ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن رسائل تحذر الناس من استخدام التطبيقات، وان البنوك هذه قاعد تحذر الناس من استخدام التطبيقات هذه في التعامل الاونلاين. ما سمعنا لليوم اي تحذير رسمي من البنوك في هذا الخصوص. ثاني شيء ان هذا الخبر يشوبه صراحه الكثير من علامات الاستفهام، لان هذه التطبيقات تعتمد على روابط بينيه ما بينك انت وما بين البنك، اللي هو رابط الكينت. فانت لما تبي تشتري اي منتج من هذه المواقع دائما يوديك عند صفحه خارج التطبيق، فبهذه الصفحه انت راح تحط فيها كل بياناتك البنكيه وتتم عمليه شراء خارج منطقه التطبيق. إذن التطبيق أو البرنامج ما عنده أي معلومات بنكية بخصوصك. لذلك اللي نحب إحنا ننصح فيه دائما في هذه الأحوال إنه لا تقوم في أي عمليات من خلال الإنترنت، عمليات شراء توقف العمليات هذه لما تتضح رؤية من البنك عن سبب الخلل. ثاني شيء راجع حساباتك ودقق على حساباتك بحذر، وبلغ البنك إذا اكتشفت أي عملية صايرة لك، وحاول إنك أنت تغير كلمة السر الكرت، والله يحفظ إن شاء الله.